نعم يا نسرين، يا ريت تحكي للباشا سحر كانت بترجع متأخر قد إيه، وكان في شباب بيوصلوها ولا لأ؟ أيوة، سحر كانت بتيجي متأخر، كل ليلة كان شاب جديد بيوصلها، ولما عاتبتها الأنسة شيرين كانت بترد عليها بطريقة مش كويسة.
أنا متأكد إنه عملت في بنتي حاجة. أنا بتهمه من حد الضابط إن هم اللي خطفوا بنتي. هنخطف بنتك ليه؟ روح دور عليها. أنا عارف بنتي كويس. طبعاً أنا متأكدة إن حضرتك عارف بنتك كويس، بس سامحني حضرتك، مطلق مامتها بقالك فترة وبقالك تقريباً سنة ما بتشوفهاش ومتعرفش حاجة عنها. وانت عرفت ازاي؟ هي حكت لمشهب ومشهب حكت لي. مشهب وانا قريبين جدا زي الاخوات بالظبط. البيت ده فيه حاجه غريبه بتحصل، بدليل البنت اللي اتحرقت امبارح. هي اتحرقت ازاي؟ وانت مالك؟ هي كانت بنتك هي كمان؟ لا مش بنته، بس انا عايز اعرف ايه اللي حصل لها. هي ما اتحرقتش وسامعها كويسه. كويسه ازاي؟ ما انتوا ولعتوا فيها. سامح طالبة في كلية الطب، تقريباً جالها فيروس لمرض جلدي. مسكينة. مرض جلدي يحرقها؟ يعني أظن كده. أنا مش دكتورة، بس حضرتك ممكن تسألهم في المستشفى. إيه الصوت ده؟ في عمال شغالين فوق عندنا بيعملوا صيانة للحمامات. عايز أشوفهم. أوي أوي يا فندم، حضرتك تنور. اتفضل. طبق طرجي نبع مكرم. حاضر، حط زيت وملح. كتر الزيت يا ادي عبد الله. امسك يا سيدي. تسلم ايدك. عينيا. زود الزيت يا ادي. ادي الجبنه دي للزبون. اجل اللي هو عم مكرم، البنت صابرين ما عدتش عليك النهارده ولا ايه؟ ما عدتش ولا شفتها ولا شميت ريحتها. امال هتقضى من ايه؟ تقضى يعني ايه؟ انا مالي؟ هو انا مدير اعمالها؟ وانت بني ادم انت؟ مش هتدفع ثمن اللي انت طفحته؟ ادفع ايه؟ ده انا المفروض اخد فلوس منك اصلا، اكل طعمه وحش. ايوه اخد فلوس منك، امال ايه طعمه وحش اهو، دقت انا. ده طعمه وحش الاكل ده؟ طب تقلع الله من هنا. طب بقول لك ايه؟ هات اي حاجه من عندك. نفس الحاجه من عندك. ازاي يعني؟ هقول لك حالا. خد وهات. هات ما دام في فلوس هات. خد. خد. ايه ده؟ إيه؟ الفول ده محروق. ايوه الفول ده محروق. ايه ايه خبيها للحكومه تحبسنا؟ امشي اتكل على الله. محروق ايه؟ هو انا بديكم من قعر القفه؟ من قعر القدره؟ انا هفضل ادور على بنتي، ولو عرفت انك ورا اختفائها مش هرحمك. عيب بجد عيب. انا متحمله حضرتك من بدري علشان مراعاه لحالتك النفسيه. مش هرحمك. ايه لما تبقى تلاقيها؟ لما الاقيها. قصدك ايه يا فندم؟ انا عارفه الاشكال دي كويس. دي طفشت مع الراجل اللي كان بيجي معاها. اخرتي، انا بنتي اشرف منك. يمكن لو كنت وفرت طاقتك دي انك تهتم بيها وتحتويها ما كناش بقينا في الموقف ده. لو جبت سيري بنتي تاني على لسانك انا هقتلك. خلاص خلاص يا استاذ رافض، انا ههتم بالموضوع ده بنفسي. يلا بينا. فق عليها قوي. انت مختفيه فين اليومين دول؟ سيبوني في حالي كفايه اخر مره. سيبك ازاي يا صابرين؟ انت اختنا، معقول نسيب اختنا برضه؟ هو ممكن مش ام واحده، بس الشارع هو اللي جمعنا وخلانا ناكل على رصيف واحد. صابرين قولي لي بقى، فين نوجا وليلى؟ لا والله ما اعرفش عنهم حاجه. يعني حتى اخواتك اللي كانوا معاكي في المؤسسه مش عارف عنهم اي حاجه؟ هو انتوا عايزين مني انتوا الجوز بقى؟ عاوزينك في مصلحه هتغير حياتنا كلها. لا بقول لك انت وهو، انا مش هشتغل معاكوا تاني، فاهمين؟ صابرين استهدي بالله كده احسن لك. ايوه مش عايزين نسمع الناس بينا. يا علاء تلاقيها قلقانه، بس هي بتاعتنا والله. لا بقول لكم ايه، انتوا عارفين ان الشغل ده ما ياكلش معايا، انا اصلا ما بخافش. بس هتخاف المره دي، في عمليه معايا ولازم تكون انت موجوده فيها، وانت لازم انت تعمليها، وزقها هيفهمك على كل حاجه. انا رايح اجيب سجاير وارجع لكم. سلام. سلام. بصي بقى، أنا هفهمك الحوار من طقطق لسلام عليكم.
ايه ده؟ انتوا هتسافروا؟ هنروح اجازه بس يومين كده ونيجي على طول. خلي بالك من نفسك، ولو احتجتي اي حاجه من المنصوره بلغيني. وعموما يا ستي مش هنساكي في اكله البط والمحشي، امي بقى احسن واحده تعمل. بقول لك ايه؟ احنا هنروح نعدي على سماح في القصر العيني نطمن عليها قبل ما نسافر. طيب انا هاجي معاكم. صراحه احسن. يعني رد فعلك اللي عملتيه اول ما شفتيها وهي محروقه كان غريب جدا، المفروض ان انتوا صحاب يعني. مش عارفه اقول لكم ايه، والله انا بحبها جدا، بس يعني انا ساعات بتعامل بطريقه عكس طبيعتي. يعني انا لما شيرين قالت انها جالها فيروس بجد انا خفت اتعدي منها، بس لما قعدت افكر كده وهديت قلت لا، سماح مستحيل اصلا تعمل كده. مش عارفه اوصف لكم الموضوع ازاي، يعني انا كنت عايزه احضنها بس متردده ومش عارفه ليه. يا نيلي انت انسانه طيبه وجميله والكل هنا بيحبك، وعادي يعني كلنا عندنا نفس العيب ده، ساعات ما بنبقاش عارفين نتصرف بعض المواقف. المهم ان انت تروحي لها وتوريها ان انت واقفه جنبها. بس على فكره بقى انا اتاكدت انه فيروس، انتوا ما شفتوش شكلها بقى عامل ازاي؟ لا ده انا الدكتور اكد لي فعلا ان هي ماده كاويه، وستر ربنا يعني انها ما دخلتش في عينيها. عامه انا كلمتها وقالت لي ان باباها هيجي ياخدها بكره الصبح. طب يلا بقى عشان احمد هيستناكي تحت كتير. احمد؟ ده احمد مين بقى ده ان شاء الله؟ لا ابدا، ده معيد عندنا في الكليه ومسافر معانا عادي. مسافر معانا كمان؟ لا ده الموضوع شكله كبير قوي. لا ده انت تحكي لي كل حاجه. Thank you.
انت ازاي عماله تمسكي ايديها وتطبطبي عليها كده؟ ما يمكن الفيروس اللي جالها ده معد. هي طلع عندها فيروس؟ بيقولوا كده. ايوه جالها فيروس ومش عارفين ليه علاج لحد دلوقتي، والاستاذه عماله تطبطب عليها. يا شيخ حرام عليك التقل، انت مش عارفك ان هي عندها فيروس، بتقولي كده بس وخلاص. بصي يا طيبه قلبك دي حاجه كويسه وانت عارفه ان انا بحبها، بس برضه لازم تخلي بالك على نفسك شويه. حاضر. يا اخي اما انت ما عندكش دم صحيح، حط قدامك طبقين فول وتطلب من لوحدك، طب اديني حته طبق المفول يجي. عض قلبي ولا تعض رغيفي، خليك في حالك. يا عم كرم هات الفول يلا خلينا ناكل. حاضر حاضر حاضر. احلى طبقين فول بالهنا والشفا. تسلم يا عم كرم يا جميل. امسك يا عم كرم. ايه؟ هات لنا بيض بدل اللي خلص ده. من عينيا الاثنين. بقول لك ايه؟ وانت ليك في موضوع العفريت ده؟ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ما عفريت الا بني ادم. بس بصراحه بصراحه يعني انا شفت عفريت وانا صغير. عفريت؟ اه، وام الله يرحمها كانت دايما تضربني وتقول لي امشي يا عفريت امشي يا عفريت. ماشي يا عم كرم ماشي. بس عليه شويه تقول ايه؟ عسل. كل يا طفص. بقول لك صحيح. انت كنت تعرف ان اسمها صحر دي كويسه؟ طبعا. صحر اللي ابوها بيجلس عليها هو والظابط. بشوفها. قول لي بقى، هي فعلا كانت بتروح وتيجي مع شباب وعربيات تجيبها وعربيات توديها وكده؟ ليه؟ ولا منظر؟ في ايه؟ شايفني سوسن؟ يا عم هو ايش عرفه هو؟ اكيد لو حد كان بيجيبها ويوديها اكيد كان بيستناها بره الفيلا قاعد، اكيد مش هندخله جوه معاه الفيلا. فين في ايه؟ هو انت بتسال مين؟ هو انت فاكره ظابط؟ يا بقولك ايه؟ مالك كتفت دي ايه؟ منظر؟ اه منظر. كرم! اسم المعلم كرم، نعم. ثلاثة فول هنا. ثلاثة فول لمين؟ ما انتوا مش هتاكلوا. أمال مين اللي هياكل الثلاثة فول؟ أنا. هلاقي دي حتة مني، ماليش غيرها في الدنيا كلها. ما تقلقيش خالص، هنقف عينيا. طيب المرة الجاية بقى ممكن أجيب بابا وماما؟ وماله يا حبيبي، ينوروا يا ميت، أهلا وسهلا. نورت المحل يا ست الكل. شكرا. السلام عليكم. سلام ورحمة الله وبركاته، نورتينا. هاتي هاتي حق ايدك، السلام عليك. هاتي هاتي ايدك، على ميلك. ايوه سلمي بقى. على ميلك على ميلك. اه. على ميلك. على ميلك، هاتي. على ميلك، على ميلك. بالراحة يا ابني. على ميلك. بالراحة. على ميلك. اه. اقعدي مستريح. ألف ألف سلام عليك ست الكل. النبي النبي يا ابني، روح روح هات لي كركديه من القهوه اللي بره. عيني. اجري يا ابني هات لي حاجه ساعه بسرعه. حاضر يا معلم. معلش معلش. ألف ألف سلام عليك، ألف ألف سلام عليك ست الكل. معلش يا اخويا، اصل انا تعبان، شكلي نسيت دواء الضغط، اخد الدواء النهارده. اتفضلي اتفضلي. شكرا يا ابني. ولا طعم. الله يصلح حالك. تعبانة خالص. تعبانة يا ابني. أمي أجيب لك حاجة؟ لا لا يا ابني، أنا معلش أنا هقوم وهجي لكم وقت تاني. تعبانة جدا مش قادرة. ايوه سندوني والنبي. اسندع يا ولد يا صف. والله يا حبيبتي. ربنا يوقف لك ولاد الحلال. الله يخليك الله يخليك. انا مين؟ انا مين؟
لا اله الا الله، ربنا يشفي كل مريض. البيت ده مش طبيعي، البيت ده فيه حاجه غريبه. البيت اللي مش طبيعي والبيت اللي غريب، انت مكبر الموضوع ليه يا مروان؟ اسمع من اخوك عمرو، فاكر اليوم اللي اتحرقت فيه سماح؟ فاكر اليوم ده، انا كنت واقف فيه في الجنينه، سمعت صوت قطط بتناولوا، ابص يمين وشمال ما لقيش اي قطط، اسمع صوت ولكن ما اشوفش قطط. شويه وبصيت لقيت حد بينده عليا، اقول نعم، محدش بيرد، ابص الاقي واحده بتعيط، شويه الاقيها اختفت. يا عم انت اتلبست بقى ولا ايه بقى يا عم انت؟ دي مين دي البت اللي اختفت دي؟ يا مروان يا حبيبي، ما هو طول ما انت حاطط صوره ورده هانم على تليفونك مش هتحلم غير بكوابيس، وهتشوف عفاريت وقطط بتنونو. انا مش فاهم ايه سر تمسكك بالصوره دي على تليفونك، هتطلع لك يعني؟ ايوه يا عم، الجو بتاعك ماشيه معاك حلاوه. سعيد اسكت، وانت دايما تسد نفسي كده. صابرين كنت فين؟ وحشتوني يا بنات. كنا بندور عليكي، شكلك كده عامله مصيبه. مصيبتين؟ وبعدين معاكي، انا مش قلتلك ابعد عن بنات المكان؟ سحر دي كانت تستاهل اللي جرى لها، كانت طالعه فيها شايفه نفسها وفاكره نفسها زي حواس. دي كانت بتدور على تاريخ الفيلا. وانت عرفت منين؟ يعني ايه عرفت منين؟ هو ده سؤال؟ وهي هجيب تاريخ الفيلا منين؟ انت من ساعه ما عرفت ان هي في كليه الاثار وانت مش على بعضك، ابعد عن البنات هنا وخلينا ايد واحده وانا هقول لك تعملي ايه. قلت لك مليون مره لا، انا ما بسمعش كلام حد، انسي الموضوع ده خالص. انا عارفه كويس انا بعمل ايه وبعرف اتصرف لوحدي. انا هاكل، تاكلي بيتزا؟ ها؟ افتر ناين بيتزا؟ يا Yeah, yeah, that's me. I want medium stuffed crust, extra cheese, extra mushroom, extra onion, extra care. دي فلة. ونرد عليها شوف عايز ايه. نعم. عاوز ايه وانجزي عشان مش فاضي وعندي تصوير. وبعدين هو انت مش خطرت بتكلميني تاني ليه؟ ايه؟ يا ألف بركة، يا ألف بركة عليك يا أختي انت وهي. ده النهاردة عيد، بقولك يا بنت انت اقفلي وما تكلمنيش تاني، تمام؟ في ايه؟ مفيش يا سيدي، فلة بتقولي ان وردة خطبت هي كمان، وبتقولك ما تكلمهاش عشان خطيبها ما يعملش معاها مشكلة. في يا مروان زعلان ليه؟ دي حتى سيرتها كانت بتطفش العصافير من الفيلا، وبعدين هي شافت مستقبلها، شوف مستقبلك انت كمان. معلش يا صاحبي، هي البنات كده دلوقتي ياخدونا لحم ويرمونا عظم. والحب اللي كان بيننا؟ حب ايه يا مروان؟ انت بتصدق الكلام ده؟ كل واحده دلوقتي بتدور على مصلحتها وبس، شوف مستقبلك يا مروان. حب ايه اللي انت بتتكلم عنه؟ حب ده كان زمان، ايام سعاد حسني. ششت يا عم، انت قارف ملحتي كده ليه؟ أكيد أبوها غصب عليها. أبو مين اللي غصبها؟ أبو فلة ولا أبو وردة؟ يا مروان، ده أبوها ما بيعرفش يحكم عليها أصلاً. شوف مستقبلك يا مروان. أمال إيه يعني اللي حصل؟ كانت لسه بتكلمني إمبارح. أديك قلت، كانت بتكلمك إمبارح. والنهارده اتخطبت. تلاقيها بس ما كانتش مالية إيديها من العريس. شوف مستقبلك يا مروان. همني دول ستات قادرة. يعني كل اللي بينا ده كان وهم؟ معلش يا صاحبي، بكره ان شاء الله هتبقى نجم كبير وهي اللي هتندم عليك.